بشكرك جدا يا وجيه. على ايه؟ اللوحات دي مهمه جدا، واحنا اللي بنشكرك على اهتمامك الشديد باللوحات دي طوال السنين دي كلها. اتفضلي. كان بودي اسلم على كامل بس مش عاوز ازعجه. يلا تحياتي، فرصه سعيده، باي باي. أنا آسف يا شريهان، آسف. آسف على إيه؟ عشان أنا عارف قد إيه لو حد كانت عزيزة عليك. لا عادي، بعدين نجيب غيره بعد ما أموت. أتمنى الوضع يبقى أحسن بعد ما أموت. أنت بتصرفي كتير قوي على العلاج وفي الآخر برضو كامل لو سمحت. تعرفي ان في ناس بيقولوا انك زقيت حد عليا يعديني علشان تنتقمي؟ معقول؟ في ناس شايفه ان انا ممكن اعمل كده؟ بجد؟ شايفيني شريره الدرجه دي؟ انا عن نفسي عارف انك لما بتحط حد في دماغك بتشاهد على الروح، بس انا ما يفرقش معايا الكلام عشان بحبك، وعشان عارف ان في انسانه طيبه مستخبيه ورا الكاموفلاج الرهيب اللي بتصدري لي الناس ده. اجيب لك ميه؟ بقول لك عندي فكره كويسه تديكي فرصه تنتقمي وفي نفس الوقت تريحيني. يعني ايه؟ يعني بدل ما اقعد استنى الموت ساعديني اروح له. ايه اللي انت بتقوله ده يا كامل؟ انا كل يوم الوضع بيبقى أسوأ من اللي قبله، وانا بصراحه عايزك دايما تبقى اخر حاجه شايفاها فيا ان انا بتكلم وبتحرك وشايفك قدامي. ما تقولش كده يا كامل. بتعملي كده علشان خاطري. اعمل ايه؟ ريحيني، ساعديني ارتاح. كامل ما تتكلمش في الموضوع ده خالص. جميلة عاوزة تشوفك. جميلة؟ رجعت من أمريكا وقعدت في بيت عمها، راجي كلمني وقال لي إنها عايزة تشوفك. وأنت إيه رأيك؟ عايزة أنا أروح؟ زي ما تحب. أنت إزاي حلوة كده؟